يا أصدقائي، كيف حالكم؟ ما هي حكاية المرة السابقة؟ صحيح، قالت الشجرة إنها ستدعو الحشرات. أنا أتساءل، يا ترى هل تمت دعوة الحشرات؟ ما رأيكم أن ننطلق الآن في رحلتنا مع هذه القصة؟ اقتربت الحشرات بعد أن شمت الرائحة. كانت هناك الفراشة والنحلة، وقلت لهما: يمكنكما أن تأتيا هنا للعب كما تريدان، ما شعوركما الآن؟ وأجابت الفراشة: لم أكن أعرف بوجود هذا المكان الرائع، رائحته عطرة ودافئ جدا. ولعبت معنا الفراشة والنحلة وهما ترقصان. هذه المرة سنرسم النحلة والفراشة. سنرسم الفراشة أولاً. نرسم الوجه والجسم والذيل، ثم نرسم الجناحين. ونحاول رسم بعض النقوش. حاولوا يا أصدقائي رسم النقش الذي تحبونه. نرسم بؤبؤ العين. وبعدها نرسم النحلة في هذه الناحية. نرسم نفس الوجه والجسم والذيل. قرون الاستشعار. والجناحين أيضا. وبعد ذلك نقوم برسم تعابير الوجه. ثم نرسم النقوش على جسم النحلة، ثم نبدأ بالتلوين.
التي في الجانب. نضغط يدينا بقوة ثم نخفف الضغط. نتحكم في قوة الضغط بيدينا. هكذا لوننا الفراشة والنحلة. ثم نرسم في الخلفية الورد الذي تحبه الفراشة والنحلة. ريقات الوردة صغيرة وكبيرة، ومنها يكون حاداً قليلاً أيضاً هكذا. في داخل الوريقات نرسم وريقات أصغر منها. نعم يا أصدقائي، هكذا اكتملت الرسمة.
استمتعتم بهذه الرسمة؟ يبدو أن رائحة الشجرة والوردات الفواحة وصلت حتى هنا، ويبدو أيضاً أن رسوماتكم ستكون رائعة وكأن رائحة فواحة تخرج منها. وحاولوا رسم نقوش جميلة أيضاً للفراشة والنحلة، ثم لونوهما بألوان زاهية. وهكذا هيا نتطلع إلى المحاضرة القادمة. إلى اللقاء.